ورحمة الله وبركاته، شاهدكم في فيديو جديد من قناة عربي انجيبز يا جماعة. اليوم عنا فيديو اسطوري 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 جدا يا جماعة. وفيديو فكرة فيديو اليوم يا جماعة انه راح اسوي خدعة تيك توك ونكشفوا اذا كذابين ولا لا يا جماعة. اكيد اكيد نحن ابراهيم الاسطورة جيش ابراهيم يا جماعة. هذا اول فيديو لي بالقناة، اتمنى انكم ما تخجلوني وتشتركوا في قناتي ونبلش بالفيديو. يلا يا جماعة، أول خدعة بسيطة تقريبا بس عبت كل الانفنتوري، يعني هاي اللي عندي تسعة يا جماعة. أول شي بنكسر بلوك بلوكتين ثلاثة، بنحط بلوك الريدستون بالنص، وأعتقد حط اثنين من هاي، وحط واحد متجه شكله لهون، وحط هذا هيك، وحط اللوفر هون بلوك على فوق، وبعدين حط بلوكتين هون وين هون لا هون هيك، وحط على البلوكتين هذا ديسبنسر مدي اوبسيرفر متجه لهون، حط ديسبنسرين على هالاتجاه، وحط جواتهم هاي مدري ايش اسمها، كمان يمكن فاير بول اي فاير ما بعرف ايش. المهم والله اذا شغلت هذا راح يصير مدفع يطلق برررر نور. واحد اثنين ثلاثة، انا متأكد انه راح تشتغل النور. هاي الخدعة يا جماعة حاطيها تقييم اسطوري اسطوري اسطوري، يعني ما عجبتني انا، تفيدني جدا المقالب السيرفرات اللي راح نسويها. طبعا عندي رفيقي اسمه حمزة، بتلاقوا قناته بالوصف، انا وياه راح نسوي سلسلة ان شاء الله اول هذا الاسبوع بالعطلة لانه عندنا مدارس. مهم وراح تكون سلسلة اسطورية، حنضيف عليها كم هيك موجات خفيفة جدا وان شاء الله تعجبكم. ونروح على الخدعة الثانية يا جماعة، جيت اقيم هاي الخدعة، تقييم يا جماعة هاي الخدعة 8 من 10، جدا اسطورية. هلا ننتقل للخدعة الثالثة يا جماعة. الخدعة الثانية راح تكون شكلها جدا جدا اسطوري، وتحسن كمان تقول لرفقاتكم وهيك مقالب حلوة. تحطوا بيد وتكسوا تحته بلوك، تحطوا سلام، تحطوا هون هيك بلوك، وتحطوا بلوك ثاني هون، وتحطوا هذا هيك، وتحطوا هذا الماين كارد وتدفشوه. هلا حبينا انه انتو نايمين على التخت يا جماعة، ما صارت يا جماعة. راح نحط بلوكة تاني هيك، صار ليل يا جماعة بس خلينا نشيل ليل، ما احب الليل على ماينكرافت، لكن بدي ايه المهم راح نحط اوف، راح نحط بلوكة هيك ماينكرافت. لا 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 تخربط مثل هذيك المرة، لازم دخل يا جماعة. جاهزين حتى التجربة؟ واحد اثنين ثلاثة اوف. خلينا يا جماعة نشوف حولنا بس يا جماعة، شوف منظر شلون صار يا جماعة، والله العظيم حلوة. والله شوف شوف كأني نايم انا يا جماعة. صباح الخير ان شاء الله بس انت تجي ما في يا جماعة. نشيل مزح زي هاي الخدعة، جدا 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 حلوة اسطورية، راح اقيمها يا جماعة 6 من 10 لانه صراحة ما لها فائدة وبس حلوة لانه حطيتها 6. الخدعة الثالثة راح تكون ان شاء الله اخر خدعة عندنا بهالفيديو، بعرف الفيديو شوي قصير بس اول فيديو بالقناة شوي بتكون سلكولي. سلام. اوكي يا جماعة، انتقلنا للخدعة الثالثة والاخيرة معنا بهالحلقة يا جماعة. شفتوا هذا ما بعرف شو اسمه تبع الوردن، تحطوه وتحطوا جنبه هاي، تشتغل لما تتحرك تطلع صوت، شوفوا اشتغل. ويا جماعة هاي الخدعة شفتها عن واحد مدري ايش، وخطرت ببالي فكرة اسطورية اسطورية اسطورية. راح نحط قاعدة مثلا من هذا هيك، هاي قاعدة عادية بس كبرنا شوي مشان هذا يا جماعة. راح احط قاعدة هيك شوي صغيرة وارجعكم يا جماعة. سويت هاي القاعدة الصغيرة وهي ما صغيرة كبيرة كتير، بس انا بلقت شوي. شوف يا جماعة كل ما اتحرك راح تشتغل هيك. ايش يقولوا نحط هذا هيك كله فوق ونمشي، راح يصير كأنك بالديسكو تمام، بس الصوت الحلو ما في بيس الصوت
يعني والله صوته جدا ما حلو، بس راح نجربه ونشوف شكله. يا جماعه حطيت هذا اللي تضوي فوقه وراح اجربه معكم. يلا 1 2 3. وي يا جماعه والله العظيم صارت حلوه، صارت حلوه، صارت مثل انا ببالي. يا جماعه تو نجرب خدعه، بس تو نجرب شغل، نجيب هذا الخروف ونحطه خليه يمشي. خلينا نشوف المنظر من فوق. امشي عمي امشي. ايه حلو، حلو الخدعه، حلو حلو والله العظيم، منظر حلو مثل الديسكو هيك. برش نمندب ديسكو يا حلوة. ايه تعال تعال جرب بالليل شو نشوف المنظر. تعال نحط هيك نمشي. اوف والله منظر بالليل اسطوري. تعال نجرب نمشي. اوف 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 والله منظر بالليل اسطوري يا جماعة، حلوة حلوة حلوة. بس ضل تبني لك من هون هيك شي قاعدة، تحط لك محل الديسكو وخلص، ما تقدر تخلي الناس ترقص. بس يا جماعة أنا موطي الصوت، يعني مو تفكروا هيك، يعني إذا عليت الصوت شوفوا شو راح تنزعجوا. هيك يا جماعة هذا الشي راح ينقص من تقييمي للخدعة، لأنه صوته جدا جدا مزعج. يعني بدك إذا بدك تسيء بدك لازم توطي الصوت لحتى ما ينزعجش منك المتابعين. بس شوفوا وين ما تمشي بتطول يعني قدامك. حلو حلو الخدعة يا جماعة. تقييم هالخدعة راح يكون 6.5 من 10 يا جماعة، 6.5 لأنه منظره جدا أسطوري وحلو، وال 3.5 الباقيين ما أحسنت لأنه الصوت جدا مزعج. وأتمنى يعني تعجبكم هاي الخدعة كمان. أوكي يا جماعة أتمنى يكون عجبكم الفيديو، ووصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى يكون عجبكم يا جماعة، لأنه والله العظيم تعبت كثير لحتى خلصت من الصبح بحاول أخطط وأصور. أتمنى يكون عجبكم الفيديو، ولا تنسوا تشتركوا في القناة يا جماعة. وسلام.